لو جيت بصيت على اول فيديو انا عملته على اليوتيوب، بص كان شكله عامل ازاي. اول خطوه فهم الحاضر. طب يعني ايه فهم الحاضر؟ فهم الحاضر يعني انت المفروض تبقى واثق ان انت اصلا وحش عشان تتغير، تبقى انت اصلا من جوه عندك نيه ان انت تتغير. شيء كارثي جدا جدا، وانصحك انك ما تتفرجش عليه اصلا خالص، عشان لو اتفرجت عليه هتعمل لي انسبسكرايب دلوقتي. بس سيبك من كل ده، لو انت دلوقتي جيت عملت مقارنه ما بين الفيديو اللي انا عملته اول مره خالص على اليوتيوب والفيديو اللي انت دلوقتي شايفني بيه، هتلاقي طبعا ان في اختلاف كبير جدا جدا في اللوكيشن، وفي اختلاف كبير جدا جدا في الاضاءه وفي الصوت وفي كل حاجه دلوقتي، عشان طبعا انا جبت معدات. ولكن لو انت كلمتني عن السبب الرئيسي اللي غير الكواليتي دي واللي غير الشاشه انت بتفرج عليها دي وكل حاجة، وهي الإضاءة، فتعالوا النهاردة نتكلم عن أهمية الإضاءة في الفيديوهات، وجايب لكم كمان أوفر وعروض كمان للرينج لايت والكلام ده، هتنفعك جدا جدا لو أنت صانع محتوى. فيلا بينا. شباب عاملين ايه؟ يا رب كده بخير. لو مره تشوفني انا كلامي عفه بجد مختلف، بس انا متفاجئ سبيكر، ادخل كده خد لك لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. انت ممكن تكون صانع محتوى من غير ما تكون عندك اي امكانيات او اي حاجه خالص، ده ينفع جدا جدا وممكن كمان تنجح بيه، ولكن الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي بترفع من امكانيات انك تنجح فيها. لكن انت ممكن تبدا من غير اي حاجه خالص، ممكن تبدا بكاميرا التليفون اصلا، ما تجيبش ولا رينج لايت ولا اي حاجه خالص، بس بتبقى فيه طبعا بدائل تانية رخيصه بتخليك تساعدك انك تنجح في صناعه المحتوى اللي انت بتعمله. وطبعا من اساسيات صناعه المحتوى هي كذا حاجه كده، طبعا هنتكلم عليهم كلهم في سلسله كده، كل فيديو هنتكلم عن حاجه معينه. والحاجات الاساسيه اللي هي طبعا بتاعه صناعه المحتوى هي الاضاءه، الصوت، اللوكيشن او المكان، المحتوى اللي انت بتقدمه، المونتاج بتاعك، الصوره المصغره، البرامج اللي بتستخدمها في المونتاج وفي الصوره المصغره. فالنهارده هنتكلم عن اول حاجه من اساسيات اليوتيوب او من اساسيات صناعه المحتوى او الفيديوهات، وهي الاضاءه. انت لو مش عارف اهميه الاضاءه عندنا في صناعه المحتوى عامله ازاي، يبقى انا لازم اوريك تجربه شخصيه بعينك عشان تشوف ايه هي اهميه الاضاءه. هي دي اهميه الاضاءه. انا دلوقتي من غير رينج لايت، من غير اي حاجه خالص، طبعا حرفيا انت يعتبر مش شايفني، شايف بس الشريط الليد اللي ورايا الاحمر والازرق، ولكن لما اجي اعمل كده انت شفت شخصيه تانية خالص بكواليتي تانية خالص. وده مثال صغير جدا جدا عن بحر الاضاءه. طيب خلينا جاي نتكلم عن اول حاجه عن انواع الاضاءه. طبعا بتبقى في طبعا انواع كتيره جدا جدا ورخيصه جدا جدا وغاليه جدا جدا. هنتكلم طبعا اول حاجه عن المنتجات او الحاجات الرخيصه اللي بتسبب لك اضاءه حلوه او بتديك اضاءه حلوه في الفيديوهات. طبعا اول حاجه هي اضاءه النهار او اضاءه الشمس. لو انت مثلا صحيت الصبح صورت فيديو قدام مثلا البلكونه بتاعتك او قدام الشباك بتاعك ضوء الشمس، احسن سوفت بوكس في العالم كله ممكن يديك فيديو بكواليتي عاليه جدا جدا. حرفيا لو انت جبت مثلا ترايبود او جبت اي حاجه توقف التليفون مثلا قدام الشمس ويبقى الشمس ضاربه في وشك، صباح الفل يا معلم، خلاص انت كده حليت الموضوع كله ومن غير ولا جنيه. طبعا حبيت طبعا تعلى طبعا شويه، عشان طبعا انت هتكون بقى صانع محتوى، فانت ممكن مثلا تصور فيديوهات بالليل، انت مثلا واحد مثلا شغال الصبح فمش عندك وقت انك تصور الصبح وفاضي مثلا بالليل، يبقى انت هتلجا بقى للاضاءه الاصطناعيه زي اللومد اللي بتبقى في السقف او لومد الليد او الرينج لايت او السوفت بوكس. وطبعا الحاجات دي كلها طبعا بكل واحده بمقاساتها، بالشده الاضاءه بتاعتها، بالسعر بتاعها. فانت ممكن تبدا بلمبه، وهو ده اللي بدات بيه اصلا في الاول خالص. يعني لو انت جيت بصيت كده هنا، دي هنا كنت بصور بلمبتين، كنت جايب لمبتين ليد حاططهم قدامي بصور، وبعد كده اكتشفت ان ممكن اجيب اصلا رينج لايت وبيعمل لي توزيع اضاءه اكتر، فطبعا جبت الرينج لايت. وفي طبعا بقى لو انت حابب بقى تجيب يعني اضاءه حلوه جدا جدا، تجيب بقى سوفت بوكس والكلام ده. طيب نيجي بقى للتاني خطوه، اللي هو تمام انا جبت الاضاءه بتاعتي او جبت الرينج لايت بتاعي، ولكن بقى في مشكله اللي انا مش بعرف احطه فين، او مش بعرف الاماكن اللي احط فيها الرينج لايت فين. ودي انا قطعت فيها شوط كبير جدا جدا، وحرفيا ممكن تكون مثلا قعدت فيها 4 أو 5 أو 6 شهور كمان عشان اعرف فكره احط الاضاءه فين عشان تطلع لك بالفيديو او بالكواليتي اللي انت شايفه ده وتكون مرضيه للعين. طبعا لو انت طبعا بتصور في اضاءه الشمس، فانت لازم يكون الشمس في وشك، يعني الشمس ضاربه فيك انت، تكون هاديه قوي، مش لازم تكون مثلا حاميه جدا جدا، مش لازم مثلا الظهر، لا ممكن يكون مثلا بعد العصر، او ممكن يكون مثلا قبل الظهر مثلا بشويه، اللي هو الصبح اللي هو الشمس فيها خفيفه دي كده، وساعتها هتديك اضاءه حلوه جدا جدا. قررت طبعا انت طبعا تعلى بالكواليتي شويه او تعلى بالاضاءه شويه وتجيب مثلا لمبتين او 2 ليد مثلا، فانت لازم تحط واحده على اليمين واحده على الشمال، علشان ده بيخفي الظل اللي بيبقى في الظهر. لو انت طبعا حطيت طبعا 2 في وشك فهيبقى في ظل ورا، فهيبان جدا جدا في الفيديو وهيبقى مزعج. فانت لازم تجيب 2، واحده على اليمين واحده على الشمال، علشان الاثنين يعكسوا في بعض في وشك وما يجيبلكش الظل اللي بيبقى وراك ده. لا اما تعمل في الحاله دي زي اللي انا عملته، اللي انا حاطط رينج لايت قدامي دلوقتي، يعني انت لو جيت حطيت ايدي
كده، فانت شايف ايدي ابيض خالص من الرينج لايت، ومش حاطط حاجه هنا علشان يديك الايفكت بتاع الاضاءه الحمراء اللي ورايا والاضاءه الازرق اللي ورايا. وهنا ننقل للموضوع الثالث، انك ممكن تجيب رينج لايت واحد ولكن تجيب نور ورا او اضاءه ورا تخفي الظل بتاعك من ورا، ويبقى شكلها في الباك جراوند حلوه جدا جدا زي الليد اللي انا بقول عليه ده. وتقريبا المتر منه ب 10 جنيه، انا جايب 3 متر و3 متر مكلفوني 60 جنيه في الاخر، وبص عاملين لوك حلو جدا جدا، وهو ده اللي انا مستقر عليه اصلا. وطبعا ثالث حاجه نقطه الخلفيات اللي احنا اتكلمنا عليها، ان انت ممكن مثلا تحط مثلا براند هنا مثلا، وهو ده اللي انا كنت حاطه زمان اللي فاكر في القناه، اللي انا كنت حاطط براند كده لكاف جاليري او قمر كده، الكاف جاليري كان بيعمل لوك حلو جدا جدا، وبعد كده غيرت الحيطه وجبت الشريتين ليد دول، وبفكر كمان اجيب كمان رينج لايت كمان بينور ار جي بي 7 الوان والكلام ده، احط ورا يعمل لوك كل مره في الفيديو بدل اللوك الثابت ده. الانواع الاضاءه واسعار الاضاءه، لو احنا نتكلم دلوقتي عن الرينج لايت، ففي دلوقتي صفحه اسمها فابريكا ستور بتعمل رينج لايت او بتقدم لك رينج لايت من اول 50 جنيه صغير للتليفون، اللي هو المشبك ده اللي ممكن تنفعك لو انت مثلا ميك اب ارتست او الكلام ده، او لو انت مثلا بتسوق لمنتجاتك، لحد 350 جنيه ال 33 بوصه، وطبعا ده كتير جدا جدا عليك، انا بستعمل 26 بوصه. كمان عندهم كمان منتج جديد اللي هو الار جي بي اللي بيصور 7 الوان او بيطلع لك اضاءه 7 الوان ار جي بي، بيطلع لك كل الاضاءات، وده انا بفكر اصلا اجيبه لنفسي، وبيبيعوه ب 150 جنيه بس. عارف انت ممكن تجيب اصلا لو انت اول مره بتصنع محتوى او انت صانع محتوى، ممكن تجيب لك رينج لايت 26 بوصه ب 100 جنيه بس. انت متخيل يعني ايه رينج لايت او اضاءه رينج لايت 10 مستويات 3 الوان ابيض واصفر ودافئ ب 100 جنيه بس؟ وعندهم طبعا عروض طبعا كتيره جدا جدا، فكره ان هم عاملين بوست اصلا كبير جدا جدا فيه اكتر من 34 منتج ب 50 جنيه بس اي منتج فيهم، او عندهم كمان منتج تاني او بوست تاني كل حاجه فيه ب 100 جنيه بس، من ضمنهم الرينج لايت اللي ب 100 جنيه اللي بقول لك عليهم، من ضمنهم برده الحامل بتاع الرينج لايت اللي هو ب 100 جنيه، يعني الليله دي كلها مش هتكلفها غير 200 جنيه بس. وعندهم مايكات وعندهم كل حاجه، بس فكره المايكات دي هنجيلها بعدين في الفيديو بتاع الصوت. طب اخر حاجه اماكن البيع، وهي اللي انا قلت لك عليها فابريكا ستور. انت هتلاقي طبعا المنتجات دي بره اوكي، بس هتلاقيها غاليه، لكن فابريكا ستور عامله منتجات بسعر رخيص جدا جدا جدا، فهسيب لك لينك فابريكا ستور تحت في الديسكريبشن، وبيوصلوا تقريبا للقاهره فقط، دي المشكله بتاعتهم القاهره والجيزه بس. فانت لو حابب تشتري من عندهم رينج لايت او الحامل والكلام ده، انزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي اللينك بتاعهم، ادخل كلمهم واطلب على طول قبل ما يغلوا حاجاتهم يا صاحبي، ومش اشتري بقى فانت براحتك بقى انا بقولك. وده كان اول فيديو عن صناعه المحتوى عن اهميه الاضاءه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا تجيلي عشان يجيلك اي ابديت في حياتي، وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.